عادة مشاهدينا لما الفنان بيلاقي حاله نجح بدور معين بيختار أدوار مماثلة حتى يأكد نجاحه. ضيفنا هلأ عمل العكس، تحدى نفسه كممثل وقدم لنا أدوار ما بتشبه بعضها، وبين الباد جاي والجود جاي نحن حبيناه بكل الأدوار. يمكن هيدي ميزة اكتسبها من والده واللي كان من أبرز نجوم السينما اللبنانية. برحب بالممثل كميل متى، أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. شرفتنا. بين متى الأب ومتى الابن بنعرف أنه في كثير من الحب والاحترام والتقدير وشغف كبير للتمثيل. صح. أكيد والدك هو الممثل والمنتج كبير السيد شوقي متى، اللي عنده خبره يمكن 40 سنه بمجال السينما اللبنانيه وكان من اكبر نجوم الشاشه اللبنانيه القديمه. اول دور تمثيلي لك كميل متى كان بعمل كثير مهم، نساء في العاصفه، وهون يمكن الفرصه اجت بالصدفه ووالدك ما كان عنده خبر ابدا. صح 100%. خبرنا كيف صارت كيف صار. كان في صداقه بين يعني بين والدي ورندا الاسمر، وجه لها تحيه. ونحن عندنا محطة بنزين، فبنضل نلتقى، وبتعرف انه انا بحب ممثل. ففجأة بدقوا لي من تلفزيون لبنان انه قالت لي في دور صغير بتطلع بتمثله، قالت لي اطلع هلا، قلت لها ايه بطلع. انا فكرت انه انه بي قايل لها او شيء يعني، بقى اكتشفت انه عم بقول له اجاني دور بمسلسل ومبسوط وهيك. قال لي اه والله، قلت له ليه ما معك خبر؟ قال لي لا ما معي خبر. فكرت انت كان في تنسيق بين والدك وال عم يعمل ليها سربريز وانا ما كان معي خبر. كانت مفاجاه له. الممثله القديره رندا الاسمر شافت فيك موهبه التمثيل، انت هالشغف اكتسبته من والدك، اخذته من والدك؟ هو الشغف بيجي خلقه، ما بيتاخد يعني، ما انه وراثه ولا بيجي يعني مع الوقت، يا موجود الشغف يا لا يعني. وانا قرار التمثيل تفت بالمهنه مأخر. نعم. يعني لانه كنت مبعد، لانه شايف صعوبات المهنه والدراما. شفت معاناه والدك، وبدنا نحكي شوي كمان. ايه ما هذه كمان معاناه والدي، وعلى ايامي انا كانت الظروف لورا بالدراما يعني، ما كان هالهم الانتاجي يعني، يا ريت. نعم. كنت انا اكبر على ايام والدي، كان في غزاره انتاج لو. نعم. كان في حرب، كان في عطاء اكثر. الفتره اللي انا كنت عم بكبر فيها كان في ركود بالدراما، فما. نعم. كان في شيء بشجع بسبب الظروف يمكن. ايه. كان عم بمر. صح. فيها البلد. يعني كان عندك شغف اخر كمان غير التمثيل، بعرف كنت تحب كثير الرقص. صح. وب 96 انضميت لفرقه كاراكلا وشاركت باحدى. صح. استعراضاتهم. صح. خبرنا شوي عنها. كانت مسرحيه الاندلس المجد الضائع، وكانت اول تجربه لإلي مسرحيه بمهرجانات بعلبك، كان اول افتتاح. نعم. اعاده افتتاح كمان انطلاقه كثير كبيره يعني، مثل ما انطلقت بالتمثيل بعمل كثير مهم كمان بالرقص. خبره بس تواجهي يعني، انا ممثل كنت بعد ما عندي اي خبره، عم. نعم. تواجهي جمهور 4000 5000 شخص نفس. مثل ورقص بس، وين كنت بالرقص؟ تعلمت الرقص بصغر؟ تعلمت لا، انا فتت مبتدئ بكاراكلا وتدربت سنه عندهم يعني. وكانت الفرصه الحظ انه عندهم عمل اعاده افتتاح مهرجانات بعلبك يعني. والخبره انك تواجه جمهور عريض، بتحس المسرح عم بيموج يعني. خاصة أول ليلة بيعملوها للبعلبكية، إذا المسرح بيصير 5000 بيصيروا 10000 يعني. جو هونيك ما له مثيل. كانت تجربة حلوة. بلشت تختبر رهبة. أيه. يعني الوقوف امام. اذا كانت اول رهبه كانت مباشر. اصعب شيء لانه. نعم. على المسرح وبعلبك وفي تاريخ وتحسي فيها لرهجه، فتخطيتها يعني. نعم. كانت صعبه، واستاذ عبد الحليم بحطك بموقع وبدربك انك تواجهي كل هذا الجمهور يعني، كل هالرهبه. كميل لهون وخاصه بعد النجاح لهالعمل، بلشت تفكر بالرقص كمهنه؟ لا، بلبنان صعب تفكر هيك كمهنه، لانه الفن بالرقص او اي من الفنون اجمالا الأخرى بالفنون للأسف. الاخرى صعب تكون مهنه بعدها باطار الهوايه يعني. للاسف يعني عم نشتغل على حالنا اكثر لتصير مهنه، بس بدها وقت، بدها دعم، وبدها 100 شغله يعني. لذلك اخترت البزنس بالجامعه. صح. اكاديميا كنت شاطر مثل والدك؟ نص نص. مين قال كان والدي شاطر؟ والدك كان يقضيها عشان هيك، والدك كان يقضيها مطرود. من مدرسه لمدرسه. انا انطرد شوي مش كثير، لانه ايام حرب وهيك ما فينا نزعلهم كثير للاهل يعني.
أكيد ما منلومه لوالدك، ما بيحب كان يخضع لأي أوامر. كان نجم سينمائي كبير، شارك بأكثر من 40 عمل إلى جانب كبار نجوم الشاشة العربية القديمة. بتطمح تمشي بهالخطوات كميل؟ أنا هذا الهدف، بس هي الظروف اللي عم تلعب هلأ. بس الهدف أكيد هدف إنتاجي وإنتاج سينمائي يعني. نعم. بس اليوم مثل ما بيقولوا ماشيين بين النقطة يعني. صح. يعني كل منتج اليوم عم ينتج بوجه له تحية، لأنه الظروف اللي عم نشتغل فيها كتير صعبة، بتشكل تحدي كبير لإلهم. وإنت وعم نعمل بهالظروف عم نعمل نوعية يعني. نعم. مش بس كمية يعني. وإنت اختبرت هالمعاناة من والدك مش بس ممثل، كمان منتج. صح. وهون بتوصف والدك كشخص قلبه كتير طيب بالنسبة للطريقة اللي تقدم فيها بالمهنة، بتقول وكأنه ما أخذ حقه مش بس لأنه الحق عليه، ما ظروف البلد يعني. إذا شخص كان مؤهل يكون نجم بمصر أو نجم عربي، ترك البلد وحابب يرجع بلده يأسس صناعة سينمائية ببلده، صارت الحرب بطل حق عليه يعني. نعم. ما هي ظروف يعني. لبنان شوي قهار يعني للي عنده. صحيح. اللي عنده هدف كتير كبير يعني. هلأ الظروف بس أفضل، بلشت هيك شوي تتحسن بصراحة. هو سخرية القدر أنه لا مش أفضل، أنه قبل يعني 30 سنة حرب الدولة ما انهارت. هلأ بتحس الدولة مؤسستيا يعني بتحسيها منهارة يعني. ما في دولة، ما في شيء، ما في دعم. بالماضي خاصة كان في دعم أكثر سنين. من قبل الدولة كان في هم يعني، كان في حرب، لأنه هيدا الشكوى العامة من 30 سنة لليوم أنه ما في دعم كافي من قبل الدولة. بس أنت ب30 سنة كان في حرب، كان عندك أمل أنه بتخلص الحرب بيمشي الحال. اليوم خلصت الحرب ورجعنا لورا يعني، ما مش الحال بشيء. واللي كان ماشي الحال فيه كمان رجع لورا. نعم. بأي قطاع يعني، كان سياحة ولا اقتصاد ولا تجارة ولا زراعة. فمشكلة كبيرة هلأ عايشينها نحن، وخاصة هالسبع ثمان سنين يعني. للأسف جامدين على كل الأصعدة. جامدين عشو ما عم بفهم يعني. شو ما كانت مهنته الشخص اليوم بتصور عنده نفس. صح. الشكوى من زمان أنت وناطر حتى تطلع على الشاشة إلى جانب والدك الممثل شوقي متى. السنة الماضية يمكن تحقق هالشي بطريقة، شفناكم اثنيناتكم سوا ببرنامج حديث البلد بمناسبة. نعم. عيد الأب، وكان بالفعل حديث ممتع. وهون حكيتوا عن وضع السينما اللبنانية عامة، وكان عندكم لوم على أصحاب دور العرض بلبنان. نعم. هو يعني بغياب الدولة بيتحول اللوم على القطاع الخاص. اليوم هيدا بزنس يعني، أنت بس تعمل إنتاج بده توزيع، والتوزيع يا بيكون بالسينما يا بمحطات التلفزيون. نعم. فإذا ما كان دعم، تعاون مش دعم يعني، تعاون بين هالمنتج أو هالصاحب الصالة أو صاحب المحطة، ما رح يصير في إنتاج كبير. أو يعني بالنهاية هذا المنتج بده يرد مصرياته، عرفتي، بده يشتغل يعني. يعني برأيكم أصحاب دور العرض أو أصحاب صالات السينما لازم يكون مفروض عليهم من قبل وزارة الثقافة؟ ما في، مش مفروض. أو بالقانون مثلا يكون في شيء بالقانون يعني، هن بس عم يشتغلوا يعرضوا الأفلام اللبنانية؟ عم بيشتغلوا بس مصلحة بيور بزنس يعني. إذا بيخففوا شوي البزنس وبيزيدوا بيصير في دعم يعني. مش معقول فيلم ينزل مثلا يقعد جمعة ما بيلحق يطلع شيء يعني. ينعطى فرصة، يمكن الناس ما مش فاضية تروح تحضر، في ظروف أمنية، ينعطى فرصة مثلا معينة 20 يوم 25 يوم، ما مش الحال يشيلوه. مع أنه بهالكم سنة وأنت بتعرف صار في سلسلة من الأفلام اللبنانية الناجحة اللي حققت نجاح كبير على شباك التذاكر، وأوقات عم نروح على السينما ونلاقي أنه في أكثر من فيلم موجود بالصالة، يعني قلنا أكثر من خيار لفيلم. صح. لبناني. برأيك معقول ترجع السينما اللبنانية لمجد الماضي مثل بوقت والدك؟ وهون بدي أذكر شغلة، أنه بفترة من الفترات والدك مثل ب 13 فيلم خلال فترة سنتين. صح. كان في غزارة إنتاج وكان. نعم. في حرب وقتها، بس هلأ يعني في أفلام وفي حركة، بس كلها مبادرات فردية. وبدنا نشوف هالفيلم عم بيطلع حقه يا ترى، هالمنتج بيرجع بعيده. نعم. في كم فيلم عم بينجحوا كبوكس اوفيس، بس في افلام مهمه ما عم بترد مصرياتها. هيدا. نعم. هيدا هون الحمايه يعني للمنتج، انه على القليله بس يسترجع مصرياته تيجي يعمل خطوه ثانيه. بس في افلام عم بتعوض عن غيرها فينا نقول. ايه. فما نحن على الطريق. لا نحن عم بقول لك، نحن بالظروف اللي عايشينها باوضاع البلد والامنيا واقتصاديا وكل شيء، نحن كثير منيح لأنه. نعم. عم نعمل طاقات لا. نعم. توصف يعني. كميل، بدنا نحكي عن مختلف أعمالك بعد نساء في العاصفة، ولكن بدنا نتوقف للحظات.
بنرجع مشاهدينا للحديث بيناتنا مع الممثل اللبناني كميل متى. كميل، قبل الوقفه كنت عم بسالك عن النهضه الملحوظه اللي عم نشاهدها مؤخرا بالسينما اللبنانيه، وسالتك اذا معقول نرجع لمجد وقت والدك سيد شوقي متى. انا متفائل بهذه الحركة بالرغم من الظروف والتحديات اللي حكيت عنها. إذا بتلاحظي نحن متجاهلين الظروف وعم نشتغل. نعم. إلا هيدا الشغل والتعب رح يوصل لنتيجة، أنا متفائل. نعم. بلقائكم سوا ببرنامج حديث البلد طرحتوا فكرة كتير حلوة، وهي أنه الفنانين الميسورين والمرتاحين ماديا هن يستثمروا بالسينما اللبنانية ويدعموا الأفلام الجديدة. وين صارت هالفكرة؟ بعدها بإطار الدرس مثل ما بيقولوا، البحث يعني، وهذا بدأ مبادرة فردية. بالحلقة كمان الفنان جو أشقر، وبتذكر أنه هو كتير تحمس وتعهد إذا بدك نوعا ما أنه يطرح الفكرة على بعض الفنانين ويصير في ميزانية خاصة لتمويل السينما اللبنانية. بس لما الأمور بدها تاخد شوية وقتها يعني، ما عم نلتهي بالظروف، عم نجرب بدنا نراجع جو يعني. بعرف كمان هو بحب يحضرنا نهار الأحد إذا وعي بكير. تحية كبيرة للفنان جو أشقر. طيب بدنا نحكي عن الأعمال اللي أنت قدمتها بعد انطلاقتك بمسلسل نساء في العاصفة. شاركت بسلسلة من الأعمال الناجحة، كومبارس، الأرملة والشيطان، الغالبون الجزء الثاني، شوارع الذل، وهلا كمان عم بيصير في تحضيرات. مثل ما قلت بالبداية أدوارك كلها فيها تحدي، فيها وهرة، وتميزت بدور الباد جاي. أنت قصدت هالشيء كميل؟ لا، صارت بالصدفة. يمكن أنا بدي مثل فيجيني دور أخده شو ما كان، وأنا بالنسبة لي الممثل المفروض يمثل شو ما كان، ويمكن أوقات الشكل كمان بيساعد إنه بيلبق لهذا الشخصية، ومساحة العرض والطلب يعني ما شو ما كان بمعنى كل الأدوار، مش حيالة دور بيتقدم. لا، كل الأدوار يعني. لأنه والدك بيزعل منك، بعرف أنه والدك ضد هالفكرة تماما. لا، مش شو ما كان، بحيالة شيء يعني. اللي ممثل عليه يمثل كل الأدوار مثل ما قلت لحضرتك ووضحت، يقدر يأدي كل الأدوار بشكل كل الأدوار محترم، ما في ممنوعات يعني. شو عم نشوف هون؟ هيدي شيء من القوة. نعم. مسلسل شيء من القوة، كنت اخذ كمان دور باد جاي بس مرتب هيك شيك يعني. كان بيحكي عن عصابتين وعائلتين، وانا مثل ما بيقولوا المسؤول الامني تبع العصابه يعني. باي من الاعمال اللي ذكرتها كانت تعتبرها انطلاقتك القويه؟ انطلاقتي القويه هن بعملين الارمله والشيطان. نعم. وعندما يبكي التراب، هول ثبتوني بذهن الناس يعني، والناس حبتني يعني. اكثر شيء يعني، وهن الاعمال اخذوا كمان نسبه مشاهده عاليه يعني. نعم. هلا ما في شك انه بكل المسلسلات اللي شاركت فيها تميزت بالادوار اللي اديتها، ولكن ولا مره شفناك بدور بطولي كميل، ليش هالشيء؟ يعني هي مثل ما بيقولوا عرض وطلب، وبعد يعني هلا ما هلا المفروض تبلش تصير يعني. نعم، ولكن هيدي من اهدافك اكيد. اهدافي بس البطوله ما لها كثير هدف، هو الدور اوقات بيكون يعني، اوقات الدور الثاني بيكون. نعم. بيعطي فيه نكهة أكثر من البطل له يعني. تأثير على قد دور بطولي. صح. أكيد. وأنا الأعمال اللي اشتغلت فيها يعني الدور اللي أخذته حبيته يعني. ما كنت بتمنى أكون البطل تبع المسلسل، لا، الدور اللي أخذته أنا حبيته، ما في دور ما أخذته إلا ما كنت حابه وحسيت فيه عاطفيا يعني. نعم. على هالأساس بتختار أدوارك يعني، لازم تحس فيه، لازم تشعر إنه... أنا بقرأ هيك بطريقة كأنه بعيد، أنه إذا... بيشبهك الدور بتقدر تقديه بشكل أفضل من غيرك. هلا ما في دور أخذته بيشبهني بالحياة العامة يعني، ما في دور أخذته بيشبهني. نعم. بالعكس، نقيد لإلي. بدي أقول لك هالشيء لأن اللي بيقعد معك وبيتحدث معك كتير طيب يعني، عندك طيبة بيك. بتصور وسيريس يعني. أنا إذا ما بعرف الأدوار اللي بتقدمها بقول بيلبق لك، بس تكون جود جاي. صح. هلا الباد جاي بالسينما كمان هيز جود جاي يعني. نعم. ما انه حامل فرد وماشي عم بيقتل العالم يعني، هذا دور بالنهايه. نعم. بس انا وعم بقرا، واذا قالوا لي عن الدور بركز عليه، اذا حسيته حكاني او هيك نافير يعني شدني له باخده، اذا. نعم. حسيت ما عنالي ما بعتذر عنه يعني. نعم. كميل برزت اكيد بكل الاعمال اللي قدمتها، والدك برز بالسينما يعني، شارك بأكثر من 40 فيلم سينمائي، وأنت برزت على التلفزيون. لا. ليش ما شفناك أكثر ضمن هالنهضة اللي عم نشاهدها بهالكم سنة اللي مرقوا بالسينما اللبنانية؟ يعني هي بتصير مثل نوع من علاقات شخصية يعني، وبدي تكون موجودة بالصورة بس أنا للسينما متكل عليها أنه نحن نعمل إنتاج أنا وبي يعني. نعم. لأنه عنا فكر معين وهدف معين، وخبرة بي مهمة كتير بالنسبة للمشاهد شو بيحب، وبالنسبة للفيلم كيف يطلع مصاري.
فيعني بي بيدخل تتشارك القصة. انت وبيك بنفس الاراء؟ ايه، لانه الهدف واحد بالنهايه، الهدف هو انجاح هذا الفيلم. ففي خطوط معينه مثل ABC لانجاح فيلم، يعني بده يكون في كوميدي، شويه حب، شويه اكشن، بقالب هيك طريف وظريف تا يمشي الفيلم يعني. نعم، رح نشوفك قريبا بفيلم سينمائي لبناني بعنوان زهرة فؤادي الموسم. نعم. القادم. خلصت التصوير؟ خلصنا تصوير من شهر. نعم. بطولة كارمن لبوس. نعم. عمار شلاء ممثل الأديرة. نعم، موجه لهم تحية، وإن الله راد بينزل أول الصيف. مجموعة من أبرز نجوم الشاشة اللبنانية. هيدي انطلاقتك بالسينما اللبنانية؟ هيدا بعتقد انطلاقتي، ودور كتير مهم وصعب مركب كان يعني. كمان انطلاقة قوية. حظك حلو كمان. الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يلاقي نجاح يعني، يحبوا العالم. بتلعب دور ضابط إسرائيلي فيه؟ صح. عن الاحتلال الإسرائيلي. عن احتلال، بفترة الاحتلال الإسرائيلي، وبيحكي عن المعتقل الخيام، وأنا كنت ضابط مسؤول بهذا المعتقل. أي متى رح نشوفه بالسينما؟ إن الله راد أول الصيف. في كمان مسلسل عم تشتغل عليه على صعيد العربي بضم عدد من أبرز نجوم الشاشة العربية. صح. وكمان لبنانية. صح، معنا من لبنان بيير داغر وريتا حايك. نعم. وبطولة نسرين طافش وشريف سلامة. وهيدا أي متى رح نشوفه؟ المفروض الجمعة الجاي ببلش أول حلقة. والدك السيد شوقي متى رفض أدوار كثيرة لأنه ما كان مقتنع فيها، أنت بترفض أدوار؟ أنا رفضت أدوار، إيه، مش انه شوفت حال. اوقات المنتج بيزعل يعني وقت ترفض دور، بس في ادوار بحسها ما بتشبهني او ما بتعطيني شيء يعني. انا ماني عم مثل بس تطلع على التي في او تعيش منها مثل ما بيقولوا، انا عم مثل شغله اذا الدور ما حبيته ما فيي اعمله. نعم. وبتمنى ما حدا يزعل وقت ارفض دور لانه ماني شغله شخصيه يعني. لما الممثل بيوصل لمرحله انه بالفعل بيكون مرتاح انه بقدر اختار وما اختار، هذا دليل كمان على مستوى احتراف معين. هذا مش هيك، هيدي تعلمتها من الوالد، انه لازم يكون عندك شغل متكل عليه لتقدر ترفض وتقدر تنقي وتقدر تختار. يعني ممكن تقعد سنه سنتين بالبيت ما تعمل شيء لانه مش عاجبك تعمل شيء، بكون عندك شغل ابارت تقدر تعيش منه يعني. عم تشتغلوا سوا على صعيد الانتاج؟ نعم. حضرتك ووالدك؟ طبعا. عم نشتغل سوا على صعيد الفكره والقصه وكيف بدنا نركب التركيبه وهيك. نعم. يعني. وبعدك ناطر الفرصه حتى تطل امام والدك بعمل هي متعة تلفزيوني هي او سينما، وانت بتوصف والدك كممثل عالمي. صح. شو يعني هالشيء كمان؟ ممثل عالمي بطاقاته، بقدرته التمثيليه يعني، بحضوره على الشاشه، يعني مش لانه والدي بس، هو نجم بشكله واخلاقه وهوايته من زمان يعني، من وقت ما خلق. فانا بشوفه بتطلع فيها، انا بشوفه مثل الممثلين الامريكان يعني. بتتعلم من، ما بدي اسميهم اخطاء، بس بتتعلم من الاشياء اللي يمكن كان ممكن يستفيد منها اكثر والدك. كل يعني كل شخص مثل ما بيقولوا ابن بيئته ابن ظروفه يعني، الظروف اللي مرق فيها غير انا، غير ظروفي انا. طبعا بتعلم، وبتعلم الاخطاء اللي حتى الانتاجيه اللي عملها، لانه انا كنت رفيق له ومراقب كل شيء، فعندي مثل كانه فكره عن كل شيء كان عم بيعمله. بس اليوم الحلو انه مثل بوجهه، لانه كون انا عم مثل بوجه شخص محترف جدا. نعم. فبصير في هذا الصراع الحلو بين اثنين يعني. مثل والدك انت عندك كمان مؤهلات الممثل العالمي، لانه ما بتعطي جنسيه معينه. بتفكر بالسينما الغربيه كمان؟ بفكر، هيدي هدف، بس بيهمني اول شيء بالبلد هون بلبنان واحد ينطلق بعدين. نعم. هيديك بتيجي فرصه وحظ لحالها يعني. نعم. بس اسعيلها واركض وراها؟ لا. ولكن اذا اجت الفرصه ليش لا؟ ايه اكيد، ما كل حدا بيتمناها يعني، مش منا شيء غلط يعني. كميل، الحديث معك كان بالفعل ممتع، بنتمنى لك كل التوفيق باعمالك القادمه. تحيه لوالدك الممثل الكبير شوقي متى، وان شاء الله بنشوفكم سوا قريبا على الشاشه بعمل بيذكرنا بامجاد السينما اللبنانيه القديمه. اهلا وسهلا فيك. انا بشرك كمان، شرفتنا. شكرا لكم مشاهدينا، بتمنى لكم بقيه نهار احد ممتع. انتبهوا من هالطقس، ما بعرف، عم بخبرني كميل انه مش كتير حلو، في شويه غبره. شو ما كانت مشاريعكم، انبسطوا وتسلوا مع كل اللي بيعزوا على قلوبكم. انا بشوفكم الثلاثه، باي باي.